بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أيها الأخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، أنا متابع لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، ونحن دائما نعشق هذا التميز، نعشق هذه الانطلاقات الجميلة، الصدارة، وإلى المركز الأول للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، اللي يضمر هناك شاهين محمد بن عبد الله بالدبيلة، النقلة على المركز الثاني الشمالي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الثالث هناك مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز الرابع ايضا اللي وصلنا هنا في هذه اللحظات بنقول متعب لسمو الشيخ منصور بن محمد المكتوم مطار بن محمد بن احمد بن رفيعة، وفي المركز الخامس ايضا هناك الرهاوي خليفة نواب نوح احمد البلوشي، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن هناك وصل الشبابي مظفر غلام موسى احمد البلوشي، تحدي ما بين الاخوان، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع بنقول هناك سابع المراكز لسمو الشيخ احمد بن محمد راشد المكتوم الرماشي ضمره مطر بن خلف بن علوان، وفي المركز الثامن اللي وصلنا في هذه اللحظات ثامن المراكز هناك اللي هو متعب مطر سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز التاسع الله يا غريب لرشيد بن مسري بن عبد الله المنصوري، وفي المركز العاشر هناك اللي وصل في هذه اللحظات عاشر المراكز ما شاء الله الحيل عيل سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة للشبي، ما شاء الله العشر اللي زان بهن اللقاء ذعناهن عليكم بالوفاء والتمام. يلا يا جماعة اللي بالناموس دل ورد من خيار السلالة، حلو الشكل يشفي العلة والتيم الأفضل هو يناله، الله 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 يا بالدبيلة بالدبيلة، حتى هذه اللحظات مسيطر أيضا يرافق العويسي في هذا الانطلاق معاهم بن حلوة تقريبا أقرب لهذه المنافسة. يا سلام شاهين سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة، فالتضمير النقل على المركز الثاني هناك شمالي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن علي بن عامر العويسي مضمرا متابعا لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. المركز الثالث هناك مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز الرابع ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ايضا مضمر او عفوا سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن خلف بن علوان مع الرماس، وفي المركز الخامس ايضا وصلنا في هذه اللحظات متعب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا هناك مطار بن محمد بن احمد بن رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم، متواصلون هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، والشمالي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وشعرنا المتألق في أبياته في حروفه في اختيار القوافي أحمد بن علي بن عامر العويسي، نتمنى لك التوفيق. نقلتنا على المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة، وفي المركز الثالث من حل في ثالث المراكز هناك مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز الرابع
هنا الرماس سمو الشيخ احمد بن محمد براس المكتوم مطار بخراف مطار بن علي بن علوان نجتبي، وفي المركز الخامس وصلوا ابناء البلوشي هنا مع الشباب مظفر غلام موسى احمد البلوشي. اتواصل مستمعينا الاعزاء والامور هناك مع هذا الانفراد الجميل، هذا الانفراد المميز يا بالدبيلة مع النقطة الخامسة اللي أشهدنا امتعنا بالدبيلة في هذا العام، امتعنا حقيقة في هذه الانجازات اللي تحققها هجنة هنا وهجنة اصحاب السمو الشيوخ ايضا مع التألق في التضمير والأداء والترتيب والأفكار المميزة ما شاء الله يا شاهين. سلام للمرة الخامسة بنقول، ها خليل خمسة ولا أربعة بنقول سلام خامس المرة الخامسة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن دبيل الملك الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الثالث هناك مظفر غلام موسى البلوشي المركز الرابع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. 6 دقائق التوقيت الزمني 21:25 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.